أحمد حفناوي شاب أسس معرضا فنيا بصور الحياة اليومية في القاهرة، يهدف المعرض لشرح وتوضيح المعنى والرمزية خلف هذه الأشياء. اختار حفناوي أن مؤسس معرض كايروبوليتان العناصر والمواد التي تعتبر مميزة للحياة اليومية في العاصمة الصاخبة. تمتاز شوارع القاهرة وأحياؤها بصورة تاريخية ترسخت في عقول العالم أجمع، مما دفع الفنان أحمد حفناوي لتأسيس معرض كايروبوليتان الفني الذي يصور الحياة اليومية في القاهرة، مثيرا مشاعر الحنين إلى الماضي القريب لدى سكان العاصمة المصرية التي يسكنها أكثر من 18 مليون نسمة وتشتهر بشوارعها المزدحمة بالسيارات والمارة. هي الفكرة كلها في الطريقة، يعني مش لازم نعمل منتجات ايه، المهم ان احنا نعمل يعني نرقب بالايقونات اللي هي المنسية، يمكن ان هي تبقى المميزة للقاهرة انها تبقى موجودة، يعني زي مثلا في لندن ولا باريس ولا اي عاصمة مدينة كبيرة، مدينة كوزموبوليتانية يعني زي القاهرة. وعلى مر الزمان ترسخت الكثير من الخصائص والسمات في ثقافة مصر وأصبحت حكرا عليها وحدها تقريبا، لتنتقل هذه الخصائص والسمات إلى جدران وأرفف معرض كايروبوليتان الفني في وسط القاهرة. ويضم المعرض قطعا فنية تشرح وتوضح المعنى الأعمق والرمزية خلف هذه الأشياء ليؤكد ضرورة الحفاظ على السمات الخاصة للقاهرة، مثلما هو الحال في المدن العالمية الكبرى الأخرى حول العالم. كل حاجة من دي كان ليها بروتوتايبس، كان ليها محاولات وليها كونسبت، فبنحاول احنا نعمل المعرض ده علشان الناس تفهم الايديا بيهايند البرودكت دي. بس بعد كده هيكون في بقى يعني هيكون خلاص سبيس بيقبل ان اي حد يجي يعمل المعرض بتاعه. مؤسسو المعرض لن يكتفوا بما وصلوا إليه، لكنهم يستهدفون تطوير وتوسيع نطاق أفكارهم وترجمتها إلى قطع فنية تجذب الأنظار، إلى جانب الحفاظ على طابع مصر بشكل أكبر من ذلك.